فعلا اليوم الأخبار جدا جميلة وفيها معلومات صراحة لأول مرة أسمع عنها، وأنتوا راح تنصدموا أول ما تعرفوها. وأيضا في أمور انحسم موضوعها أخيرا بعد يعني طول انتظار في من أخبار حول العالم صراحة. صحيح، بس احنا خلينا نبدأ بفيديو وعنوان هذا الفيديو لا تخدعكم المظاهر. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. سوى جاهز الفيديو. هذه طفلة كانت تتسول في قارعة الطريق في إحدى المدن بإندونيسيا، لكن في الأصل والحقيقة بعد ما أخذت فلوس كل الناس وهي تتسول اتضح أنها قرد يرتدي لباسا رياضيا بينك وشعرا أشقرا مستعارا وقناع دمية ويحمل بين يدين صندوق عشان يسرق الناس. يا جماعة أعترف هذا فن، فن فعلا يعني. نعرف صراحة أهني اللي يعلموا ولا إيش بالضبط، ولكن أنا انخدعت. هات فلوس. أنا انخدعت فعلا، حسبتها طفلة فجأة. أشوف الذيل طبيعي. لا يعني لمة الشعر حلوة، لمة الشعر تقنع الواحد، تقنعك أنه أنت يعني. أوه ماي جاد. بس الذيل ما له حل، الذيل ما له حل. لا انضحك علينا. اي طبعا، ولا كانه اي شيء جالس عليه. عموما هذه الامور اللي ممكن الواحد ينضحك عليه فيها، فركزوا شويه. عموما نعيش ونشوف يعني مستمرين تحديدا في عالم القرود. تفتكروا قبل فتره قلنا خبر عن قرد رفع قضيه على واحد مصور تحديدا نشر له صوره. هذه الصوره القرد هو التقطها لنفسه وكتبوا انه اول سيلفي لقرد يلتقطها وزي كذا، فراحوا جمعيه الحقوق بالحيوان او اللي تدافع عن حقوق الحيوان رفعت قضيه على المصور وقالت انه هذه الصوره لازم ترجع للقرد، وانه الريع اللي بيجي من دي الصوره والمكسب المالي لازم يكون من حق القرد لانه هو اللي التقط هذه الصوره لنفسه. ورفعوا قضايا في أمريكا وصار فيلم جدا طويل. المهم اليوم انحسمت القضية يا جماعة، الحمد لله خير. والمحكمة تحديدا المحكمة قضت بعدم أحقية قرد لحقوق ملكية صورة التقطها لنفسه. وأخيرا يعني وبعد عدة سنوات يعني الحمد لله قضت محكمة استئناف أمريكية بأن القرود تفتقر للأهلية لإقامة دعوى قضائية لحماية حقوق النشر، وأنه لا يمكن لجماعة تدافع عن حقوق الحيوان تحديدا أن تكون وصية قانون في هذه الأمور في معركة حول ملكية صورة ذاتية سيلفي كانت لقرد ممكن أو معرض للانقراض. الحمد لله ظهر الحق. اتوقع يعني كثير راح يكون في ردود افعال وجدل كبير. أي ردود افعال حول هذا الموضوع. انا ما اصدق الفضاوه صراحه اللي حاصله. حقوق الحيوان يعني شويه ركزوا في الاشياء الاهم الموجوده في العالم. كم آن ايش اتوقع هم جاهم طمع لانه الصوره انتشرت مره كثير. ايوه انتشرت لانها مضحكه وغريبه. الصوره جدا غريبه وفعلا مضحكه في نفس الوقت. هنيئا للقرد وهنيئا لكل الصورة. اي طبعا جدا رائعه. خلينا ننتقل من عالم القرود الى فعلا الامور. يقول لك في امور تحفيزيه ودائما بنطلعكم في اخبارنا على مواقف وحالات حقيقيه في هذا العالم اللي احنا نعيش فيه، فعلا بيثبت انه ما في شيء مستحيل. باتشا رامون هذه كانت طفله تعيش في تايلاند وكانت بتدخل المدرسه الابتدائيه، لكن رفضوا دخولها عشان ما كانت تملك يدين وهذه كانت إعاقتها، لكن أتحقق لها هذا في سن 23 بعد سن قانون سمح لذوي الإعاقة من دخول المدارس العادية، وأصبحت بعد ذلك معلمة والآن حصلت على درجة الماستر في القانون. يعني مو بس دخلت المدرسة، لا حققت اللي تبغاه وأصبحت معلمة بدرجة ماستر في القانون. هنيئا لها هذا وهنيئا لمجتمعهم هذا الحقيقي التحفيز والحماس. فعلا يعني ما نقدر نقول شيء في أو نعلق عن هذا الخبر إلا أنه فعلا الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر والعقل وليس إعاقة الجسد. صحيح يا جماعة. يا رب يعني شعر بدني لما شفت أنا قريت الخبر، بس فعلا أول ما شفتها أنه كيف ما تملك أي ذراعين وهذا الشيء أبدا ما حطمها، بالعكس أعطاها دافع أقوى وأكبر أنها تحقق حلمها فيه.
وتوصل اللي كانت تتمناه في زمن يعني جدا قياسي وفتره شوفوا قياسيه. فين وصلت. في ناس في اوقات يقول لك يعني للاسف الشديد يتريقوا على خلقه ربنا، يقول لك شوف هذا كيف شكله، هذا كيف شعره، هذا كيف لبسه، هذا او هيئه انسان. يا ريت شويه بس جيت اوفر ات وفكروا في العمق الابعد من كذا. شفت فيديو مره جميل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لما انه مثلا لما تشوفوا احد سمين ما تتريقوا عليه، ما تعرف انه هذا السمين قاعد تجي يعني يدوخ كل يوم وقاعد تدوخ كل يوم بسبب الدايت والرجيم اللي هي قاعده تسويه مثلا. جابوا امثال كثيره لاشخاص ولا ناس عاديين ممكن نقابلهم في حياتنا اليوميه دائما، ولكن ما تعرفوا ممكن وراء هذا الشخص ألام جدا كثيرة يمر فيها في حياته اليومية. فأبدا يعني قولوا الحمد لله دائما وأبدا دائماً يا جماعة. فعلاً. خلونا نروح لخبر آخر، وأكثر تقاطعات العالم ازدحاما وتحديدا في اليابان. ونشر حساب اليابان بالعربي مقطع فيديو وصور بتقنية التسارع الزمني لتقاطع شيبويا، طبعا الذي يعتبر أكثر تقاطعات العالم ازدحاما بالمرة، ويمر في التقاطع عند تغير الإشارة الضوئية أكثر من 2500 إنسان في أوقات الذروة، وقد يعبر التقاطع أيضا أكثر من 45 ألف شخص في أقل من نصف ساعة. واو، يعني لو ما تصور ما كان أحد صدق، ولو ما انحسب ما كان أحد فعلا صدق. كويس أنه في الكاميرات اللي بتصور هذه الأشياء اللي تعتبر فعلا. سبحان الله، يعني كيف البشر يعني صاروا على هذه الهيئة. أنا طبعا بفكر بشكل مرة ديب من ناحية ترتيب، من ناحية نظام، من ناحية كيف أتبرمجوا بهذه الطريقة وكيف فعلا تعودوا على هذا النظام. ما بنلاقى هذا في كل مكان. صحيح. يا ريت نعود نفسنا على هذه النمطية، أوقات نمطية التفكير نحتاجها أوقات في بعض الأماكن. خلينا نتكلم على القدرات العقلية، بما نتكلم على التفكير وغيره. القدرات العقلية مرة مهمة، وكثير مننا بيحاول إنه هو يقيم اللي قدامه في قدراته العقلية، ماذا إيش اللي يقدر يسويه، إيش اللي إمكاناته في العمل وفي هذه الحياة، أو حتى اجتماعيا. اكتشاف علاقة بين قوة المصافحة باليد وبين قدرات العقل. اكتشف علماء جامعة مانشستر أن الأشخاص الذين يمتازون بمصافحة قوية لديهم قدرات عقلية عالية، ويتمتعوا بذاكرة متطورة في سن البلوغ تحديدا. وبيأكدوا على أن الناس ذوي المصافحة الضعيفة بيمتلكوا مادة بيضاء أقل كثافة في أدمغتهم من أكيد نظرائهم اللي بيصافحوا بشكل أقوى. قوى مصافحتكم تقوى المادة البيضاء. أمزح، أكيد مو شرط، لا، لكن لا كمان يعني. كمان يا جماعة، في بعض الأحيان أشخاص يصافحوا باليد تحس أن يدك بتنخلع، يعني فعلا بيسببوا لك ألم في كف إيدك. فلا تفهموا الموضوع غلط، أنتوا قوة المصافحة، ولكن مو شرط أبدا أنه إذا كانت مصافحتك قوية يعني أنت إنسان ذكي وشخص عاقل. ما تبي تشوف النادي عندك كيف حالك يا وحش، ايش اخبارك، ويخلع على يدك. يا ويلي، انا بسلم عليك. لا حبيبي هذا مو سلام، تستحملوهم فعلا. هذا عنف. هم فيكم طرب، فيكم وناسة. اي والله، يلا يلا. ميرا تقول لي يلا يلا بعد الفاصل.